السلام عليكم فرمزة توم فرمزة اكس فرمزة دي معكم عبدو اكس دون. النهاردة عندنا لعبة فيها كل العاب الاولمبيات. انتوا هتتفاجئوا النهاردة النهاردة ليتس جو على طول خان ابداع على طول من البداية. اوكي لحد دلوقتي انا ملعبتهاش بس بيقولوا فيها كل حاجة حرفيا، فيها تختار البلد اللي انت عايزها، فيها كرة قدم، فيها مصارعة، فيها كرة سلة، فيها كرة يد، فيها كل الرياضات، سباق، كل ما يكون مستحيل ما تلاقيش في رياضة موجودة في الأولمبياد مش موجودة في ليتس جو على طول خلينا نلعبها، خلينا نلعب أكتر الرياضات كلها. وأكيد أكيد بما إن إحنا بنحب كرة القدم فهنلعب برضه كرة القدم فليتس جو على طول. عندنا أوروبا وعندنا أمريكا الجنوبية والشمالية وآسيا والعالم دي كلها، بس أكيد إحنا هنختار بلدنا بلادي ليتس جو على طول. خلينا نختار مصر على طول، وتقريبا برضه ممكن نعمل الشخصية. أوكي لكن قبل ما نبدأ نختار الشخصية، أكيد لو أنتوا عايزين نعمل ألعاب شبه دي تانية أو عايزين نجرب اللعبة دي تاني، كل واحد حالا من دلوقتي يضغط زر اللايك عشان أعرف الفيديو ده عجبك ولا لا. بس ليتس جو على طول. اوكي خلينا نختار الشخصيه بتاعتنا. اكتر واحد شكله مصري تقريبا ده، تقريبا الله اعلم ده يعني المفروض. يا جدع والله اللعبه فيها كل حاجه، فيها السباق العادي، السباق اللي هو 100 متر، البيسبول بتاع الامريكان زي ما انتم شايفين، عندنا الباسكت بول كره السله، عندنا السباق الحواجز، كره القدم اللي احنا عايزين نجربها، كره الشواطئ، اللونج جامب لما تيجي تنط النطه العاليه اعلى نطه عندك، سباق السباحه برضه واحنا بالسباحه، التنس الاثنين، مره تنس الطاولة، مرة التنس العادي، سباق العجلات، البوكسنج، الركبي، الجودو، سباق ال 100 متر بس اربع مرات ورا بعض، كل سباق تتسلق، كل حاجة موجودة، الاولمبياد كلها موجودة. فاوكي ليتس جو على طول هنجرب حاجات كتيرة جدا، مش هنجربها كلها اكيد، بس هنجرب اول حاجة مثلا السباق الطبيعي، نسابق عادي سباق طبيعي. فليتس جو على طول. انا دلوقتي بلعب باسم مصر، بلعب بعلم مصر، فلازم اكسب. ليتس جو على طول، انا اللي في النص ده. اوكي اول ما يقول لي جو هاجو على طول. ليتس جو اجري اجري ما تكسفنا. اوكي لا 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 يا جدعان، والله عيب يا جدعان، والله يا لا يا جدعان المركز الاخير، والله كسفت بلدنا، يعني كسفت، ماليش دعوه والله. هو اللي عره شايف نفسه جت يا جدع ومش قادر يجيب المركز، يعني ما جبتش حتى المركز السابع حتى ما عرفتش اجيبه والله. والله لا لا انا ماليش في السباق، لازم اجرب حاجه تانية غير السباق. طب خلينا نجرب نط الحواجز ممكن ينفع معانا، ممكن ان ياتي بسيناريو يعني ممكن. الله لا لا اديهم حاجه، اديهم احترام. ايوه احترمهم يلا رجال. يلا انا هاتي لمصر ان شاء الله، هاتي لمصر بالفوز باذن الله. يلا رجاله ابدا. يا لا لا يا اوكي اجري يا ربي. نوت يا جدع، والله عيب. لا عيد والله عيب مش كل، والله وقعت في البدايه يا جدع. انت بتحيي مين يا عم؟ اوكي يلا الله 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 يا جدع. نوت نوت يا عم، نوت يا ربي يا جدعان عيب انا المخير كل مره ليه يا جدع. اوكي خدت المركز ال احسن من المره اللي فاتت، خدت المركز السابع تقريبا. شكلنا مش نافعين في السباق خالص، خلينا نجيب حاجه نفس احنا لوحدنا فيها، مش عايزين حد يتدخل معانا في شغلنا. خلينا نشوف رمي الهامر اي حاجه. اوكي ارميها ازاي، ابعد واحد يوصل لمكان هو اللي يكسب. دلوقتي كل دول لعبوا، انا المفروض اوصل اعلى من 62 كده. دي جابت 62 ازاي؟ لف ود. اوكي ارمي يلا اديها يا وحش يا وحش، تبعي فوق السبعين، ابلع. عرفت اعمل ايه. ليتس جو انا الاول على العالم، يلا ابلع. اوكي في راوند تاني. اوكي انا عرفت مستواه فين، ما هوش في الهيافه ده، ما هوش في الهيافه بتاع السباق دي بتاعت العالي التوتو. اوكي والله عدى انا اكسر الارقام اليوم، القياسيه اليوم، شنو هاد. اوكي اخر واحده هل هكون المركز الاول ولا المركز الاخير؟ يلا اوكي لف
فلم 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 وزي مش عارف ممكن ممكن يا برضو 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 حطهم رقم خاص ده كان أعلى أعلى من الأولى وأعلى من الثانية جد المركز الأول في جدارة في جدارة حققناه في جدارة في رمي الجلة وحش وحش ليتس جو أوكي خلينا نجرب النط الطويل أعلى نطة لي أعلى نطة أقدر أجيبها أوكي أعلى واحد ناطط ناطط 5 متر ايزي ايزي هنجيب ال 6 متر باذن الله ده ناطط 5 متر من جامايكا باذن الله هنجيبه باذن الله الله عبده الله عبده 3 2 1 يلا الله اجري 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 يا والله مع ان السباقات دي يا جدع ما بحبهاش بس هو ده مش سباق ده مش سباق ده نطة اوكي اوكي يا جدع ايه ده اوكي 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 روح 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 ايه ده انا جبت كام يا حكا جبت كام 3 متر 3 متر جبتهم والله ايه يا جدع ايه 3 متر يا عم انت فرحان على ايه يا 3 متر يا جدع الله عيب اخر محاولة اخر محاولة اخر محاولة لا تخزننا لا تخزننا لا تخزننا هي يا رب بس اعلى ريكورد ليه على فكرة اعلى ريكورد ليه 4 متر والله حلو بنتعلم مع الوقت بنتعلم الحياة تجارب الحياة تجارب ليتس جو خلينا نجرب نلعب التنس خلينا نجرب نلعب التنس انا عايز حاجة يا جدع اعرف العبها يا جدع اديله يا دني يا دني اديله اوعى 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 انا لعيب تنس يلا اديله لا مش هتظبط مش هتظبط مش هتظبط مش هتظبط مش هتظبط روح بعيد الله يا جدع ايه الراجل ده يا روح يا جدع روح يا رب ما بيغلطش ما بيغلطش يا جدع ابلع 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 ليتس جو ابلع 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 ليتس جو باذن الله انتهى اديله حلو يلا 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 هتبلع 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 يلا حلو ايز 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 ابلع كا ايزي ايزي روح لا ابلع 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 ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو ايز ايز والله الماتش ايز والله الماتش ايز اديني حاجه اصعب من كده كده روح ابلع بس لا لا والله صعب والله صعب اوكي اوكي عايز يبلعني روح انت ابلع انت ابلع الحكم خلص الحكم والله انا زيت الحكم اوكي اوكي دايما لو جبتها هكسب لو جبتها هكسب الخمسين اوكي روح خلاص خلصت خلصت انت 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 الدرس انت الدرس يا سادة يا كرام لسه في رياضات بالهبل بالهبل لو انتوا عايزين نعملها تاني قولوا لي بس خلينا نروح على طول نلعب ايه نلعب كرة القدم ونشوف خلينا نلعب بالفريق هل الشناوي والونش واحمد حجازي استدعوا للمنتخب ما اعرفش بس انا لا اعرف انا استدعيت انا استدعيت للمنتخب اوكي ليتس جو على طول ليتس جو على طول اوكي الماتش مختلط اي حد يلعب معايا حد بس ليتس جو احنا لا نكسب باذن الله هنلعب قصاد اليونان الله رجاله جاهزين او اي حاجه الله انا الوحيد الراجل هنا باين تقريبا اوكي روح اوكي الكره مش عارف كبيره ليه على اللعيبه اوكي روح 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 صوب يا جدع صوب زي الخال اوكي 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 روح ابلع لا لا اوكي 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 روح لا يا جدعان والله عيب اوكي رمي التماس بتلعب كده رمي التماس اوكي حلو 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 صوب يا علوم يا ابو جبر ايش لا عرض رخمة الله حرام وحش لا لا يا حارس يا حمد الله حمد الله لا يا جدع يا عم الحارس عمل ايه عم والله حارسنا تعبان يا جدع او حارستنا تعبان يا ابني ليه روح يا عم روح يا عم انت عامل لنا فيها لعيب كده روح اجري ادي لهم تصويبة النمر النمر اوف سايد مين يا جدعان ما تطلع من التسلل خلصت اوكي والله كرة جول كرة جول كرة زفت اوكي اوكي حلوة 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 اروح على اللعيب بتاعي والله صوب صوب يا جدع يا انجل والله شوت جول بقى
قول بقى انت عضلات وليتس جو يا جدع ليتس جو ليتس جو ريمونتادا منتخب مصر ريمونتادا منتخب مصر ليتس جو شوف شوف عدتهم عدتهم ورحت شوف طاق جولاس جولاس على طول كل واحد كل واحد يا جدع شتموا اهي اوكي اوكي الحكم خلص الوقت اوكي اوكي شوت 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 وحش دمر دمر الشبك دمر الشبك هربا يوو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 و
هذا؟ ايش نوع هذا يا رب؟ يا رب يا رب يا رب يا رب لا يستر ربنا يستر. لا يا جدعان يا جدعان يا جدعان والله عيب والله العظيم ثلاثة عيب ما ينفعش والله ما ينفعش نلبس التعادل والله عيب. ايه ده؟ كف اديله اديله والله لو جات يا جدع الشوطة تعبانة والله الشوطة تعبانة. اوكي 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 في عندنا ركلة ركنية والله حلو. اوكي ركلة ركنية شوط يا عم ما حدش بيشوط ليه يا اخي ثلاث ثواني اخر ثلاث ثواني. اوكي رمي التماس روح شوط اديله يا جدع حرام يا جدع الله حرام والله ممتع الصراحة ممتع شوية. اوكي هنلعب ضربات جزاء ما اعرفش ضربات الجزاء بتلعب ازاي بس يلا هنلعبها كده والله حلو حلو حلو. ليتس جو ليتس جو والله منتخب. اوكي يا الله منتخبنا وحش 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 في التسعين في النص يا جميل يا جدع اروح لهم في النص يقول لي في 90 اروح لهم في 90 اروح لهم في النص كيف النص في النص في النص ابلع 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 كي على اليمين يا جدع بقى تروح على اليمين يا وحش 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 يلا ادي النيله يا دي النيله يا دي النيله والله حرام كده اللاعب بتاعي يعني شوف جدا والله. اوكي والله يا وحش يا معلم اوكي لو صدناها نكسب 100% لو صدناها باذن الله نكسب الله يا جدع ضربات الجزاء دي شكلها مطوله والله شوف حلو حلو وحش وحش ليتس جو ليتس جو ليتس جو هي دي هي دي يا عمي بقى مش عارفين نصد كوره الله وحش 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 يا معلم يا كبير تعالى يلا اجي شوف وحش وحش ابلع اوكي هاف في النص هاف في النص مش متحرك يا اوكي اوكي عندنا واحد جته جدع جته جته يعني اوكي يوه علامي يا علامي يا علامي اوكي يلا يا رب والله عيب والله عيب والله حلو حلو وحش اوكي هي دي كرة الفوز بقى خلاص كرة يا عمي يا عمي يا عمي الله يا هنخسره هنخسره يا عم حرام والله والله حرام ضربات جزاء رخمة والله العظيم اوكي يا رب والله حرام والله حرام والله حرام نخسر والله حرام نخسر حرام 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 سألنا الله. اكتر حاجة عجباني في اللعبة ان فيها تنوع بشكل كبير 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 فاكيد لو انتوا عايزين نجربها تاني كل واحد حالين تغضر اللايك وده كان فيه خفيف كده لو انتوا عايزين نعمله تاني تغضر زر اللايك زي ما قلتلكوا لو انت مش مشارك في القناة اشترك وفعل زر التنبيهات عشان توصلك كل الفيديوهات على طول بس ده كان كل الفيديو اشوفكم ان شاء الله كان معكم عبدو والسلام عليكم.